السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم معي 5 طرق بإمكانك من خلالها أنك تحقق 100 دولار فأكثر وأنت في بيتك. فإذا كنت مهتم خليك معي ويلا ننتقل إلى الشرح. أهلا وسهلا فيكم أخواني بهالفيديو من جديد. طبعا هاي المرة 9 اللي بصور فيها الفيديو، مرة إزعاج، مرة أصوات، مرة مش عارف إيش، مرة التصوير بصورش، فأتمنى أنه يكون الوضع تمام التمام. فإذا سامعين أي أصوات حوالي أو أي إزعاج، أنا لأني بصور برا البيت فأكيد راح تسمعوا إزعاجات. طبعا أنا بطلع التليفون لأني بسجل الصوت في تليفوني. المهم إذا عجبكم طريقة التصوير هاي ياريت تتركوا لي أراءكم تحت الفيديو بالتعليقات، وخلينا نبلش مع أول طريقة. اول طريقه معي اليوم واللي هي الفريلانسنج او الفريلانسر. ايش يعني فريلانسنج او فريلانسر؟ فريلانسر يعني انه انت بامكانك تشتغل لحسابك الشخصي وانت في بيتك. انت بتحدد مواعيد دوامك، انت بتحدد امتى بدك تشتغل، انت بتحدد ايش ما بدك تعمل، ايش بدك تسوي، ايش بدك تقدم. فالفريلانسر معناتها انه انت بتشتغل لحسابك المستقل. كيف ممكن اكون فريلانسر؟ فريلانسر يعني انه انت بامكانك انك تقدم خدماتك على الانترنت مقابل مبلغ مادي. شو الخدمات اللي ممكن تقدمها؟ ممكن تقدم اي خدمه انت يعني ممكن تيجي في بالك. يعني ممكن تكون مثلا مصمم فيديوهات، مصمم صور، خلينا نحكي مصور، مبرمج مواقع. بإمكانك تقدم أي خدمة أنت بدك إياها وأنت بتشوف عندك مهارات فيها وتستغلها وتقدمها على الإنترنت. طبعا أنت بتحدد المبلغ لكل خدمة أنت بدك إياها. وين ممكن أقدم هاي الخدمات؟ بإمكانك تقدم هاي الخدمات على أي موقع بيقدم لك هاي الإشي أو هاي الميزة. مثلا في عندك مواقع كثير مثل خمسات، مثل فايفر، مثل مستقل. كثير من هاي المواقع بإمكانك تقدم عليها خدمات وتكون فريلانسر والعالم تدفع لك حسب هاي الخدمات اللي أنت قدمتها. طيب الطريقة الثانية واللي هي انه تنشر صور او ستوك فوتوز على الانترنت، يعني تبيع صور. هاي الطريقة للمصورين. اذا كان عندك هواية تصوير او اذا كان في عندك مهارات للتصوير، بامكانك انك تستغل هاي المهارات وتبيع الصور اللي انت بتصورها. طبعا الاشي مش سهل والاشي متعب، واي اشي بالبداية بيكون متعب، بده شوية صبر بالبداية. ففي ناس كثير مثلا بتلف العالم كله عشان تصور صور، مثلا ستوك فوتوز لصور طبيعية، لغابات، لمش عارف ايش. بامكانك انك تصورها وتبيعها على الانترنت. زي ما حكيت في البداية انه ما في اشي سهل، ممكن الاشي يبلش معك اليوم، ممكن يبلش بكرة، ممكن يبلش بعد اسبوع، ممكن يبلش بعد شهر، بعد شهرين. فانت وتعبك وانت وشغلك. والشغل على الانترنت ما في اشي ثابت، ما في دخل ثابت. فممكن اليوم تطلع سنت، ممكن تطلع سنتين، ممكن تطلع 100، ممكن تطلع 200، انت وشغلك انت وجهدك. فبالتالي لهيك اسمه فريلانسر، لحسابك المستقل انت بتشتغل. فبالتالي كأنك عامل مياومة زي ما بنسميها، انه بدفعوا لك باليوم حسب مجهودك. يعني مثلا خلينا نحكي عامل مثلا زي هالعمال اللي بيبنوا البيوت مثلا، اذا اليوم اشتغل هيهم حاسبوه، اذا ما اشتغل اليوم ما راح يحاسبوه. فبالتالي هذا هو مبدا العمل على الانترنت. فاذا اشتغلت وزدت مجهودك كل ما زاد المدخول الشهري اللي انت بتدخله. الطريقه الثالثه اللي معانا اليوم انه انت تبيع كتب على الانترنت. كيف يعني تبيع كتب على الانترنت؟ يعني ممكن يكون في عندك خبره بمجال معين، مثلا خبره في التصوير، خبره في مجال الفتنس، خبره في مجال التنحيف. بامكانك تعمل كتب وتعمل كورسات وتبيعها على مواقع مثل امازون، مثل كمان خلينا نحكي يوديمي. بامكانك تبيع عليها كورسات، ما بعرف اذا بنبيع عليها كورسات تنحيف او مش عارف ايش. ممكن مثلا تعمل كورسات تسويق وتبيعها على موقع يوديمي كمثال. ممكن تعمل خلينا نحكي كورسات لطريقة الربح من الانترنت تبيعها على يوديمي او امازون او اي مكان بامكانك انك تبيع عليه منتجاتك. الطريقة الرابعة اللي معنا اليوم انك تفتح قناة على اليوتيوب. طبعا طريقة القنوات اليوتيوب هي من اسهل الطرق ولكنها برضو من اصعبها بنفس الوقت. سهلة انه بامكانك تعملها امتى ما بدك زي ما بدك بدون اي شغلات تكون احترافية، وصعبة لانه بدك تصبر، مش بسهولة راح تمشي معك. فبالتالي بامكانك تفتح قناة على اليوتيوب، قناة بالمجال اللي انت بدك اياه. مثلا انت هاوي للتصوير بامكانك تفتح قناة تصوير، هاوي للالعاب بامكانك تفتح قناة العاب، هاوي للطبخ بامكانك تفتح قناة طبخ. فهذا الحلو في الانترنت انه انت بامكانك تستغل اي اشي وتستثمره على الانترنت. فبالتالي ما في اي اشي، ما في حدود، ما في ليمت معين. بامكانك انك تعمل اللي بدك اياه وتبدع على الانترنت. فبامكانك تفتح قناة على اليوتيوب وتعمل فيها اللي بدك اياه، ومن خلال مشاهدة الناس لفيديوهاتك بامكانك انك تحقق عائد او دخل شهري ثابت او متغير وانت في بيتك. الطريقة الخامسة اللي معنا اليوم واللي هي الأفلييت ماركتينج أو التسويق بالعمولة. التسويق بالعمولة مجال كبير جدا، هو من المجالات المفضلة إلي، وبإمكانك من خلاله أنك تحقق عوائد ضخمة جدا شهريا وأنت في بيتك. طبعا الموضوع مش سهل ولكنه سهل بنفس الوقت زي ما حكينا. فبالتالي إذا كان عندك خلفية بالتسويق أو طرق التسويق الإلكتروني، بإمكانك أنك تشتغل في الأفلييت ماركتينج. طبعا الأفلييت ماركتينج له أكثر من قسم، في عندك CBA, CBS, CBC، كثير شغلات داخل الأفلييت ماركتينج، ولكنه فعليا مجال مربح جدا اذا عرفت تشتغل فيه. طبعا تسويق بالعمولة زي ما حكينا انه بامكانك ترجع تعيد بيع شيء معين، انت تعيد بيع شيء معين لناس معينين على اسمك انت، ولكن
عند بيعك لهالإشي انت بتكون بعته للشخص اللي وكلك في بيعه، فبالتالي انت بتاخذ عمولة على البيع. طبعا العمولة بتكون عالية جدا، فبالتالي بامكانك تكسب مكاسب كثيرة جدا من خلال الافليت ماركتينج او اي جزء من اجزاء الافليت ماركتينج. طبعا اغلب هاي المواضيع موجودة على قناتي وانا شارحها، فانزلوا تحت الفيديو بالوصف اذا كنت بدك تشوف شغلات معينة من هاي الاشياء. شوف الاشي اللي انت بتحب تتابعه او تتعلم عنه وراح اكون تارك لك رابطه باذن الله تعالى. الى هنا اصدقائي بكون انتهيت من الفيديو، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله يكون خلص انتهينا، لاني عن جد عفت حالي وانا بصور، عدت التصوير 7 مرات ولا 8 مرات، فيا رب يا رب يكون الفيديو تمام التمام. شكرا لمشاهدتكم، اذا كنتوا شايفين انه الفيديو فيه معلومات مهمه يا ريت انكم تشاركوه مع غيركم عشان الكل يستفيد منه، واذا كنت حاب انك تدعمني اعمل لايك لهالفيديو، اشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك فيها وحاب انك تتابع الفيديوهات الخاصه فيي، اشترك فيها عشان تتابع الفيديوهات القديمة، واشترك فيها عشان تتابع الفيديوهات المستقبلية. ولكن عشان تضمن وصول الفيديوهات المستقبلية اللي أنا بنزلها على القناة، فعل خاصية الجرس اللي موجودة أسفل الفيديو، اكبس على الجرس وهيك يعطيك العافية، بصير كل ما أنزل فيديو يوصلك إشعار بأنه فلان أو سعيد نزل فيديو جديد، روح شوفه عشان تكون من أوائل الناس اللي بتفرجوا على فيديوهاتي. ولهون صار لازم أودعكم وأحكي لكم، إن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات القادمة. كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أو زي ما بيحكوا إخواننا اليابانيين أريغاتو غوزايماس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني شو اخباركم؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيفكم اخواني شو اخباركم؟ معكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. اوكي طيب بعدين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوس أوس صديق صير بس صوتك شوي. نعم صوتك صوتك شيء صور فيديو. يلا ماشي شوي بس. كم بدك؟ إيه كم بدك؟ 5 مينت بس فلا أكثر. ضل صرخ. لا ضلكش تصرخ. اهلا وسهلا فيكم اخواني بهالفيديو من جديد. طبعا اوكي ازعاج. اهلا وسهلا فيكم اخواني. اهلا وسهلا فيكم اهلا وسهلا فيكم اخواني بهالفيديو من جديد. طبعا هاي المره 9 اللي بصور فيها الفيديو،